عين. زيارتنا اليوم ضمن برنامج العودة الى النمليه على منطقه من اجمل البقع اللبنانيه وصلي فتره عم اقول لازم نزورها من حسن حظي انه اليوم انا موجود بعكار وببلده رحبه بالذات هالبلده المعروفه بجمالها المعروفه بثقافتها ومن اكبر بلدات عكار شوفوا مثلا هالنبع اللي كنت عم بشرب حدو من قبل شوي وتخيلوا معي قد اليوم بدنا نشتغل بالمونه بدنا نروح نتعلم من نمليه بلده رحبه كتير اشياء أهم الشنكليش الشنكليش العكاري وبرحبة بالزيت معروف وطيب بدنا ندوقه نتعلمه وشغلة تانية وشغلة تالتة وشغلة رابعة رح نتعلمهم حلقة متل العادة بوعدكم نكون حلوة خليكم معنا البداية بحلقتنا اليوم رح تكون مع كركة العرق وكيف انتلت العرق وهالمرة لأول مرة رح نحكي تقريبا بالتفصيل من العنبات كيف تبلش للكركة لكيف نشيل السبيرتو شوفوا اليوم الطريقة كيف رح تكون ورح بلش مع السيد أنور سمعان أنور مرحبا تحياتي كيفك؟ انور من الاشخاص يلي بتلتوا العرق وعنده طريقه طبعا تقليديه قديمه مثل ما بينعمل العرق صح وما بيقبل الا انه يتلت العرق بدنا نشوف طبعا العمليه كيف بتصير انور يعني نحن بلشنا هون هودي البراميل محطوط فيه العنبات صح مزبوط اول شيء بنجيب العنب بنعصره بنحطه ببراميل لبعد شي 20 يوم تقريبا ببلش جاهز لل <applause> لا تسحب سبيرتو لا انا المشاريع <applause> المشاريع هلا في عصر بتحط بيتغطى <applause> كل يوم بدك تحركه مرتين مره الصبح مره بالليل او مره <applause> وحده يعني عظيم إيه لما يصير يفصلوا بيطلع المي لفوق والحمش اللي تحت بيصير جاهز للسحب لكن عشان لكن عشان اول شيء العنبات بيكونوا فوق وبيكونوا مي تحت بعدين مثل بيكون صار جاهز قد ايه بتاخذ العمليه هيك بيبقى آه 15 يوم لل 20 يوم بياخذ عظيم آه رح انقل هلا على الكركي رح نركب آه الكركي تقريبا يعني نحن وانوار كمان لنفرجيكم لاول مره كيف الكركي بتركب طبعا خليكم معنا نهارنا اليوم حلو في كثير شغلات بعد ما شفنا برميل العنب جينا لمرحلة الكركة شوفوا هالكركة النحاس اللي, اللي ضروري تكون نحاس شوفوا شو حلوة شوفوا تركيبتها شوفوا الحطب في كتير ناس بيستعملوا غاز بس أنور بيختار انه يستعملها على الحطب أنور هلأ نحن عبينا نص برميل بدنا نقول فيه مزبوط نص برميل اها طيب خبرني نص برميل بعد ما بسنا 15 يوم 20 م. يوم تقريبا هلأ بنجهزوا على الكركة عبينا طيب. مثلا عبينا الكركي هلا نصبر برميل تاخر الوقت مهم. هلا ما نسكرها نطينا ونشعلها طيب بنشيل الغطا نحن خلينا بس نعمل هيك على السريع آه، <applause> هيك بتكون ركبت هلا من بعدها اوكي هلا من بعدها بنجيب الغطا الفوقاني الطاسه اها وهيدي <applause> الطاسه ثقيله هلا شوفوا هون بيطينوها ليسدوا 100% اي تنفيسه منها هي شغله كثير ضروريه هلا الطين هي عباره عن صفوه مم. وطحين صفوه صفوه شو معنى صفوه صفوه اللي بتطلع من الحطب اوكي هلا رماد يعني رماد الرماد وطحين اه بنخلطهم بمي مزبوط بخلطوهم بمي طلعوا كيف يصير فجأت انا انه بالطحين آه. في بيستعملوا سيرا كمان بس الطحين آه. أهيا اوكي وبتسكروا هلا بتشوفوا كيف انور مشان نحن نستغل الوقت صح هلا هل... بدي مد الامبريش بالاول امبريش المي انت آه... اوريدي عاملون عاملون من قبل نعم طيب هيدي اول خطوه شو المي البارده هيدي هي المي البارده من تفوت من هون والسخنه اوكي بتطلع يعني, بتطلع يعني اول نبريش وصلوا على خزان في مي بارده مزبوط صحيح من ثاني ميل المي السخنه اللي بتنزل مزبوط لكن صار عندنا ثلاث مباريش مي مي بارده بتفوت لتعمل ديستليشن تطلع المي السخنه من هون ومن هون طبعا اول مرحله رح تكون نشيل السبيرتو وهيدي مساله بتاخذ وقت يعني الشباب هون قلت لكم بيتلتوا العرق حطينا العنبات شفتوا 15 يوم مساله هينه حطيناهم بولعوا الحطب تحتهم ببلشوا يغلوا بتفوت المي تطلع المي السخنه وببلش ينزل مش عرق هلا بينزل سبيرتو هيدي الشغله بيعملوها مرتين اليوم مش مرة وحدة ليصير العرق شو؟ مطلع، صحيح؟ مظلو. من بعد ما بيعملو... ثلاث مرات تيصير مطلع ثلاث مرات ثلاث مرات. مرات اوكي بتعملوها ثلاث مرات أول مرة بنسحب سبيرتو، ثاني مرة لكل جالون بيحطوا 200 جرام ينسون، ثالث مرة بيحطوا كيلو لكل جالون لكل جالون كيلو ينسون كيلو ينسون طيب هلا نحن عم نحكي هلا هودي بهيدا النهار رح تعملوهم رح تحطوا ينسون بهيدا النهار لا. لا. لا لا نحن بعد. اليوم شو رح نعمل؟ بس نسحب سبيرتو بس اليوم عم نسحب سبيرتو بتسحبوها مره واحده ولا مرتين لا هلا مره مره واحده بتنا... الموضوع بت... بتناموا عليه بتنام اللي... عليه آه... هلا هو فيك تنام عليه خمس ايام للشهر آه. كل ما تطول على سبيرتو كل ما يرتاح اكثر كل ما احلى تكون كل ما احلى يعني عفر. شهر تمام الشهر لا يعني بترجعوا بتنطروه مره ثانيه مره ثانيه لكن هيدي حسب الذوق هلا طبعا ما فينا نطلع عرق دغري بنهار واحد بيطلع عرق مش مزبوط نحن اليوم رح نطلع سبيرتو بنخبركم بعد شوي لما ندوق العرقات بنخبركم عن التفاصيل كلها هلا بدي انقل يعني بدنا نترك انور يشتغل ونصوره شوي وبدي انقل على مرحله جديده من حلقتنا ركض جينا عند سيدة وديعة رزوق ليه؟ لأنه الملبن كانوا بلشوا فيه الصبايا تأخرنا شوي لنوصل اليوم بدنا نلحق هيدي المرحلة فبلشنا عرق حلو الملبن هلا بنشوف الملبن كيف بده عمل مع الست وديعة يلي بتعمل شو بدي لكم منظر رائع على سطحها عندها هون عم نلحق هلا اخر تقريبا مرحلة من من الملبن وهي عم تغليه وعم تحركه شو هالمنظر اللي بشهي الحلو شفت اشياء حلوة كتير لخبركم من العنب هل كمان يعني كنا حكينا بلشنا بالعنب عرق هلا العنب ملبن ملبن وديعه خبريني يعني انا ما بعرف شيء عن عن هيدا الموضوع اول مرحله بنجيب العنب بنغسله من, من, عشيه من قبل بالنهار لنحط معه ماده اسمها حواره نحن بنسميه حواره ومن نغلي على النار الحوارة إياها يعني كيف يعني مثل التراب الأبيض بس هو مش تراب أبيض اه هيدا مش تراب البيضة أوكي. أيوة هيدي النوعيه هي تراب بنجيبه من الجبل من اذا متذكرين اذا حلقه دبس التفاح عملناها بالبارو كمان بيستعملوه ليصفوه بعد ما يغلوه اول مره نفس الشيء هون هيدا تي العنب تي آه حقم الزوم العنب ايه هيدا <eurs> حطيناها من بعد ما شلنا العصير من العنب بعد ما عصرنا العنب oh. حطيناها معهم غليناهم على النار رجعنا قشينا بتطلع هيك مثل قشوه ومنرجع منرقدهم بنصير ننقلهم من طنجره لطنجره لحتى يرقد منيح منيح الزوم ويبرد مم. تاني نهار كمان من من ما يضل فيهم هيدا النوع الحوار اه بتنقلون ما بتصفوه لا اه بتتركوا فيهم يعني جزء لا, لا 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 ولا شيء هو بيرقد بالكعب بس نكون نحن حاطينه بطنجره بيرقد بالكعب من من الفوق اللي أوكي. تحت بنخليهم تحت يعني بنترك ايه العصير 24 ساعه بعد ما نحن نقلناه ايه. تا يبرد وكل شيء ويروق تروقه اوكي بنقول له روق هلا فقت على الكلمه بنروقه <applause> من منيح منيح تا يرقد منيح وبنرجع تاني نهار من كيلو ومنحط يعني عندنا قدر نحن مثلا تنكي ونص ما بعرف كيف بنقدرها بس مش باللتر ايه. يعني تنكي شو يعني كيف تقيس يعني يعني مثل هيدا السطل هيدا السطل سطل مليان ايه مثل هيدا السطل؟ آه هيدا السطل بتعبوه. سطل مليان ونص بنحط له كيلو طحين كيلو طحين آه. اذا القناة شوي جميد بنزيد له شوي كايلي كسرول مثل هيدي يعني وبنصفي وبس بتزيدوا له شو؟ كايلة عصير؟ آه كايلة عصير. عصير اذا القناة سمك على كيلو شوي طحين. ما بدنا ايه ما بدنا يا سميك بدنا اياه شوي يضل هيك ليك آه. كيف؟ بس يغلي يضل هيك لنقدر نمده تما يجمد معنا م. بالمد على الشراشف طيب هلا مشاهدينا رح نروح تشوفوا كيف بنحطه كيف بينشروه على سطوح المنازل هون ورح ننتقل على الشراشف منجيب قماش ابيض بنعمله ايه. خصوصي لهيدا ومنغسله بصابون زيت صابون زي مش بنحطه 100% بصابون ايه ايه لما يعمل طعمه اوكي على طول بس نقبع الملبن عنه بنغسله بصابون زيت بصابون بلدي يعني بلدي صابون بلدي زيت زيتون هلا حزين. اذا بدك هاي المرحله يشيل من الطنجره <applause> بعد خمس ايام بنشف الملبن وهلا بيجي وقت وديعه رح تسحبه شوفوا الطريقه كيف منتل الشقفه مي اوكي ومن يعني طريقه انه تقبع وبنرجع بنمسح قفل الشقفه من القفا بنصير نطرافه طرافه وبصير نقبعه هيك كله نقبعه بصير هيك هيك اعطينا هلا شوفوا هلا ماشي بتطلع <applause> ملا شرشف سوى خرج ديكور <applause> ليه؟ ليكم لازم حيات الله بتشقفة جلد أه وفي نرقق قد ما بدنا نرقق القماش نرقق القماش ايه <applause> طيب لالكم شو رح اخذ هيدا الملبن مثل ما هو رح اطويه معلي اذا طويناه هيك ولا بنزعه؟ ايه ما أه أه مالي مالي. لا 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 اطويه اوكي وهلا بدنا ندوق ونشوف مع جوز كمان بدي اخذ عصار يعني قبل ما نحطه ونشفه شفتوا هي عم تطبخ من قبل شوي كمان قالوا لي طيب مع الجوز لانه حلو مندوقه بالاخر خلينا نبلش ها أه. جبت لنا مارينا يا هون هودي يعني مذكرين اللي كانوا عم يغلوا كمان قالوا لي كثير طيبين بدنا ندوقهم تفضلوا معي نستغل كمان وجودنا برحبة بعكار لنتعرف على شيء جديد شيء اسمه الجرماش أو أبو آمنة بسموها بالمناطق الثانية معي ست هلا حدة يلي هي مشهورة كانت عم تخبرني أنه من إيديا الجرماش بيطلع غير شكل هلا بدي رحي فيك مش أنا <تصفيق> <تصفيق> خبريني أول مرة بسمع فيها وتفاجأت أنه هي بتتسخن يعني هي بتعتبر هي تنشوى على تنشوى. صح أي. مثل المناقيش يعني هي بتنعمل هيك قراص مثل المناقيش وبتنشوى على الصاج اجمالا ومعروفه بالمنطقه قديمه هيدي آه ايه يعني هون بتضيع هون بعكار كثير معروفه في كذا ضيعه يعني نحن هون ضيعتنا من الا جرماش بغير ضيعه من الا ابو امن عظيم من شو بتتكون؟ هلا هي مكوناتها كثير بسيطه عباره عن برغل كثير 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 ناعم بيتغسل كثير منيح طحين نعنع مفروم ناعم أوكي. بصل بقدونس مم. يعني دائما النعنع بده يكون اكثر بكثير من البقدونس أوكي. وملح وبهار هي 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 خبريه خبر. فينا نخبر الناس شو اكيد يعني اول شيء بنحط البرغل او السريسيرا هودي قد تقريبا البرغل آه في تقدير ولا لا مم. انا اجمالا بشتغل على النظر يعني تقدير آه على تقدير أوكي. النظري آه نعنع البصل البقدونس الملح والإبهار امم زي ما هن بينحطوا ايه هولي زي ما هن اوكي هلا الطحين بدنا نحط شوي شوي مع مي ونعجن بنضل نحط نعجن لحتى يصيروا عجينه متجانسه مثل هيدي العجينه اللي موجوده هون هلا مهندسه كمبيوتر <applause> باي ذا واي ما لها علاقه <applause> ما لها علاقة بس مشهوره بالجرمش <applause> خلصنا هلا من هيد الأكلة اللي أنا محمس كتير أني ذوقها وبدنا نروح على كمان أكل جديدة وهالمرة مونة جديدة كتير بتهمني هلا بتشوفوا شو أصلا جرمش على النار الملبن لك وحدنا الكركي بلشت تسخن هلا بلشت تغلي هلا داروا عليها رح يديروا عليها المي المسقعه وهلا حان وقت الجد مع جبنه الشنكليش يعني جبنه الشنكليش معروفه انه بعكر وبرحبه بالزيت هي من اطيب انواع جبنه الشنكليش يلي موجوده بلبنان مشان هيك كثير همه انه نجي نتعلم هيدي الطريقه أكثر من مرة قبل بحلقات حكينا عن الشنكليش وقلنا قد هين إنه ينعمل الشنكليش، هون بالعكس هون الشنكليش معقدة قصته هلا بالمتاح بالوقت المتاح الشنكليش بياخذ كثير وقت لينعمل مش انه كثير يعني بده يومين زمان لينعمل وليطلع طيب وصح لازم نكون ماشيين بكل الخطوات طبعا نحن ببرنامجنا ما بنلحق اه انه نكون موجودين بكل هيدا الوقت ولكن رح نعمل شرح نجرب يكون مفصل مشان تقدروا تقلدوا ببيوتكم او تدوقوا آه الشنكليش يلي موجود برحبة يلي هو شنكليش عظيم هلأ بحكي بالتفصيل عنه بتشوفوا بالآخر كيف المنتوج النهائي كيف يطلع قدّيه بشهي وإلى آخره هي. ست هيلانا رح تكون موجودة معي أهلا, أهلا وسهلا أهلا فيكي شكرا على الاستضافة اليوم شكرا لك ست هيلانا هي من الأشخاص يلي بيعملوا شنكليش من زمان وبتعرف الطريقة الأصلية التقليدية المعروفة يلي نحن جايين عن قصد كرمال نتعلمها مثل ما كنت عم بحكي هيلينا انه موضوع شوي معقد يعني بي بالبترون بمحلات تانية كنا نحول من لبنان ننشفهم لللبن مح. من على الزعترات او على البابريكا مح. او كذا من يعني الطبقه الاخيره بنعملها وبس اليوم خبريني كيف العمليه بتصير للشنكليش من وين بنبلش جبنا الحليبات فورناهن عنا بعد ما فورناهن بننطر لنا يبردوا شوي يعني أنجأ يدوس الأصبع ومرأوبه ومنروبه ومنغطين بأول شي ثلاثة أربع ساعات بعد ثلاثة أربع ساعات منشيلهم ومنحطن بالبرة لتينية منحطن بالخضة الخضة طيب؟ اه هذا الخضة بتحسوها هي هي. مثل؟ آه مثل الغسيل على شكل الغسيل عشان شوفوا ارفع لكم اياها بنحط الكهرباء على شكل الغسالة. حط شكل... آه آه لبن حطينا مثلا قد بنحط مي؟ افترضنا عنا كيلو لبن كيلو لبن بنحط له اقل من كيلو مي اقل من شوي اقل بشوي من كيلو مي آه. آه بتحط لها مي مثلجه على وجهها بتحط لها مي متلجه بتجمع تسمتي مضبوط وبشيلها بشيلها بحطها كمان بمي مثلجه بغسلها وجهان ثلاثه وبعملها حسب الأول بالبدية حسب الطلب كيلو كيليان اكثر نص كيلو متقسمه وبتحطها بالفريزة وبعدين العيرونات بتشيلون بتحطن على النار حسب الكميه كمان بياخذوا ربع ساعه نص ساعه ساعه حسب كبر الوعاء اللي بتحطهم فيه بعدين بيخلصوا بس يخلصوا يصير القريش على الوجه والمي تحت بس يبردوا شوي من صفين بكيس قماش بكيس قماش خصوصي للقري بنصفيهم بكيس قماش وبنكبسهم منيح بنكبسهم لحتى تروح المي منهم بنفضيهم بوعاء منحط لنا ملح وحر حسب الطلب ومن بالشكل اللي بدنا اياه ومنحطهم بالشمس، يعني الشمس قبل الظهر شوي اذا قويه ومنشيلهم اذا كانت قويه اذا قويه بنشيلهم من, من محل في بس تخف الشمس يعني آه. آه. لأن لأن الشمس يعني بين العشره بعد الظهر اجمالا لانه الشمس, كتير بتكون كثير قويه قويه مانا ما منيحه لا واجمالا قريش الشتاء بيطلع اطيب من قريش الصيف لكن ما وصلنا نحن لهيدا وصلنا للمنتوج بلد. النهائي يعني م. عم نقول نحن بيكونوا صاروا حاضرين صاروا حاضرين لانه لل... نعملهم بولات نعملهم آه. اوكي بنعملهم بولات هلا هيدي العفونه اللي بتعطين اللي... اللي الطعمه الطيبه هون العفونه يعني في انواع عفونه بتبقى شغله بتنزع الاكل وفي انواع عفونه مثل بتعرفوا يعني في اكثر من نوع جبنه بالعالم كثير مشهورين آه. الروكفور مثلا انا كثير بحب الروكفور هي جبنه معفنه فعليا م. هون هيدي اذا بدكم اهميه او الخصوصيه المهمه بالشنكليش اللي هي عفونه، هيلينا شكرا لك، يعني نحن هيلينا قدمت لنا هيك شرح نظري سريع رح نكمل ونفوت شوي نتعمق بتفاصيل الشنكليش ونشوف هيك نخبركم كم خبريه قلت لكم بالوقت المتاح شو فينا نقول لينعمل عندكم لتعرفوا هالطريقه المهمه جدا انا رأيت تسمعوها كثير منيح. سونيا بدي ارحب فيك اهلا وسهلا فيكم وصلنا لهيدي المرحله القريشه هلا شو دعك وشو عنا عندنا هلا بعد ما صفيناهم منيح بالكيس ايه؟ بدنا نملحهم منيح منيح ونحط حر هلا الحر بيكون حسب الطلب حسب الطلب في ناس بلا حر في ناس حر خفيف في ناس حر كثير هلا هالمره لا ححط لهم شوي حر زياده اوكي وبنخلطهم وبدها خلط قلتي 10 دقائق ايه؟ لا بنخلطهم شوي بس بدها فرك منيح منيح تصير قريبه كثير على اللبنه لحتى نقدر نعملهم طابات ونقرصهم ونحطهم هون اوكي منهم. اوكي عظيم يلا هلا حنحط الحار حار بودره هدول حيطلعوا حارين كثير هلا ما نخلطهم حتى كلهم يصير فيهم حار وملح سونيا <applause> اذا بدنا نعمل شرح سريع يعني من الحليب كمان لوصلنا لمرحلة القريشة شو كيف فيك تختصي لي هلا المسألة؟ أنا بستعمل حليب بقر بنروبهم آه بعد ما بيروبوا أنا بخليهم تقريبا أكثر من يومين بالبراد ليسقوا منيح منيح لينجحوا بالخض خصوصي هلا بالصيفية لأنه إذا بالصيفية ما كانوا كتير مسقعين بيعذبونا لنشيل الزبدة منهم آه بس نحطهم بالخضة ونخضهم هلا حسب قديش أنا بحط كل أربع سطول لبن بحط لهم سطلين مي احيانا بستعمل ثلج اذا كثير شوب بحط لهم شويه ثلج اخر شيء لتطلع الزبده بس نشيل الزبده بنعصرها من منيح منيح وبنغسلها بالماء وبنحطها على جنب بنحطها بالفريزر شلنا الزبده على جنب بدنا نكمل نحن خلينا الزبده على جنب هلا بدنا نكمل انتم شو بتسموا هون عيران, عيران. هلا هيدا اللبن صار عيران انه شلنا منه الزبده صار عيران يعني, يعني هيدا اللي عامل ريجين في ياكله وطمن باله كثير كثير منيح لانه ما في زبده ابدا بنحطه على النار بنحط له ملح منيح بالطنجره وبنتركه ليقرش يعني بيخد وقت اذا طنجره كبيره دست كبير بيخد وقت ساعه ساعه وربع ساعه حسب بعدين بس يبردوا بعد شي ثلاث اربع ساعات بس يبرد منيح القريش او يصير فاتير بنحطه بالكياس وبنصفي في ناس بيعلقوه بالشجر اهلنا كانوا يعلقوه يضغطوا إيه. كاس قماش عم نحكي قماش طبعوت اللبن هن ذاتهم في ناس بيحطوه بيضغطوا عليه طنجره الله شي بس ينشف هيك يصير هذا بده وقت ينشف هيك بياخد نهار بياخد يعني مهد. مش نهار 24 ساعة انه ثلاث ساعات الصبح ثلاث ساعات بعد الظهر، أنا بملحه كمان بقلب الكيس م. بيصفي منيح زومي طب وقت نقول ملحه كثير ملحه كثير ما بنكون ما بنخاف أنه يصير طعمته كثير بس نحة. احنا بندوقهم يعني اه هون صار شفتوا كيف؟ ايه بدنا مشان المقادير لأنه دائما هيك نجرب نعطي شيء تقريبا لأنه ما فيك تعطي أنه ولا ملعقة ملح أو ثلاث ملاعق حسب م. الكمية القريش اللي عندك وحسب يعني بدك تدوق القريش ليطلع ملح ظاهر وإلا بينتزع معك بعدين صحيح بعد 10 دقايق من الدعك شوفوا صاروا تقريبا قريبه لللبنه سونيا ايه يعني يعني متماسكين مع بعض متماسكين مع بعضهم بنقدر نقرصهم هلا هلا شو؟ بدنا نقرصهم 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 يلا هلا بنقرصهم ترجع بتحطي عليهم طبقة زعتر وكذا ولا لا لا, لا. بس ينشفوا بس ينشفوا بس ينشفوا بعد شي ثلاث اربع ايام حسب الطقس كمان آه عيني هذا آه الشنكليش الاصلي بياخذ وقت بقاستة... ما يخلوش نهارين <applause> ايه واضح بس غريب انه دقنا الشنكليش يعني في طرق اسهل في طرق بضيع قلت لكم بالبترون بيعملوها يعني اسرع للخبرية يعني ما بيخضوه دغري اللبن بيقرشوه اه لبن بيضل الزبده بقلبه مم صحيح <تصفيق> <تصفيق> هيدا مانو صحي هيدا اطيب هيدا صحي لكن شفتوا الفرق ايه انه الزبده طلعت من الشنكليش يعني هلا هيدا شانكليش صحي مية هلا بالتيستنج بالاخر بدنا نعمل مرأة حساب موضوع الامن الغذائي تبعنا وليش نحن عم نروح صوب المونه ليش المونه ضروريه ليش انه هلا هيدا الشتويه الكل خايفين الشتويه يا ويلك شو رح يصير يا ويلكم شو رح يصير يعني كل حلقه عم شجع انه دائما قد ما فينا نمون نرجع النمليه لعنا للاسباب بدي اقول لكم اياها بدي اترك هلا هيدا الموضوع لبعد شوية خلينا نكمل هلا آه سونيا آه هي خبريتنا يعني نحن وصلنا لمحل هلا وقد ايه هودي مثل ما قلنا بنتركهم ينشفوا آه بين ثلاث ايام اربع ايام حسب الطقس اذا في هواء بيكون كثير منيح مهم. اذا بنعرضهم للشمس بالفتره الصباحيه ايه بس الظهر لا لانه بيصير لون اصفر وما منيح ثلاث آه اربع ايام بينشفوا يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك انه ما بيلزقوا بي ايدك بتحسهم انه ناشفين شوي مهم. بتحطهم بقطرميز في ناس بيخلوهم بكيس لا يستوه. في ناس بياكلوا هيك فج م -م. فج ومزعتر او او فج من دون ما يزعتروا حسب اوكي هيدا بسموه الاخضر يعني اذا بده ياكلوا الكشك الاخضر ولا القريش الأ... لا القريش الخضراء بتكون هيك هيك بعدها هيك ايه قبل ما آه. تنفرك كمان قبل, آه، ما قبل ما تنفرك آه، آه، يعني اوكي بيعملوا منها فطاير وهيك فطاير مثل ما هن بيحطوها على الفطاير القريشه بتنحط كيف لا تنحط... في ناس بيحطوا لها بصل وزبده بقلوها في ناس مثل ما هي بيحطوا لها بهار وملح حسب كل واحد أو ألي أو, أو شوي أو مثل ما حلو. حلو الخبريه يعني في عدة طرقات حسب كل ضيعه وطريقتها ولا تصير 100% صح مع هالعفون اللي عليها الطيبه وكذا بدها شهر صحيح. شهر إذا صيفيه مم. إذا شتويه بتاخد وقت أكثر عظيم وإذا القرص منشفه كتير كثير كثير بيطول القصة أكثر أوكي يعني حسب الوقت لكن مشاهدينا هيدي خبرية الشنكليش آه رح نترك شوي هلا صانيا آه لتكون خلصت رح ارجع اروح عند انور شوف وضع الكركي وبدنا آه ندوق يعني هلا بدنا نفرجيكم كيف الشنكليش صار بالاخر الخلطه تبعه الانسب ندوق العرقات نحكي كم شغله ثانيين خليكم قبل ما اكمل مع انور لفتني موضوع صبايا كانوا عم يخبروني انه الشنكليش سعره بمنطقة رحبه ملفت يعني كل كيلو يعني كل خمس بولات عم نحكي كل بول بول مرتب ب 320 الف كثير سعره مقبول مقارنه مع المحلات يلي مع احترامي للمحلات يلي عم نروح البول الواحد حقه ما بعرف قد ايه ومع 100 تربيح جميل بدي كمل مع انور ونكمل اول حلقتنا كنا حطينا الكاركتر زبطناها وكنا عم نشيل مزبوط عم نشيل الالكول كمان يعني نحن الالكول بده وقت قد ايه بده وقت هلا الالكول يعني شو بتعمل هلا هلا من بعد ما قلعت كل جالون تقريبا بده شي ثلاث ارباع الساعه تينتلي هذا اول وجه هي. جوزين كل جالون هيدي كم جالون هلا بتعمل اذا حطينا سطل نحن قلنا نص نحنا نص تقريبا عقل. السبع تنك بيعملوا لي سبع جالونات سبع جالون سبع تنك كل تنك بتعمل جالون اوكي، نحن سبيرتا. عم نحكي سبيرتو هلا سبيرتو سبيرتو، اوكي. آه. طيب شلنا السبيرتو، هيدي أول مرة شلنا سبيرتو، شو من بعدها؟ من بعدها بنسحب وش ثاني، آه، كمان سبيرتو بس بنحط له لكل جالون سبيرتو شي 200 جرام ينسون. ثاني آه، وجه ثاني وش ثالث وش لكل جالون بنحط له آه كيلو كيلو. كيلو طيب. لا. لكن قلت لي في طريقتين لنعرف السبيرتو اذا صار جاهز في طريقه الميزان الحديثه مزبوط في طريقه جدودنا فيه القديمه في طريقه جدودنا كان يحطوا كمان بالكبايه نطفه صغيره بتطوى على النار بتشعل لما تصير تنطفئ يعني صار فيها مي خلص بيوقف يعني طالما عم تولع بعده سبيرتو يعني سبيرتو ماشي حاله خلينا نخبر هيك شلنا سبيرتو كيف انا نحول للعرق هلا منريحوا تقريبا شي خمس ايام بنرجع بنحط من مثلا كم جالون عملولنا لنا مثلا 10 جالونات بنحط لكل جالون 200 جرام 200 جرام 200 جرام ينسون هذا لثاني وجه لثالث وجه كمان بريحوا شيء قد ما تريحوا قد ما احسن مه. يعني اذا بتريحوا شهر كمان بيكون احسن كل ما يصير اطيب كل ما يصير اطيب صحيح ثالث وجه كمان ثالث وجه بتحط لكل جالون كيلو كيلو, كيلو ينسون, ينسون. كيل ساعتها بيكون بلش بتريحوا تقريبا 50 يوم بتكشفوا تطلع الكمخه كلها من الشاية مثل هي الشاية او بتصير لكن 50 يوم بنترك من بعد نحن تلت عم نحكي نجد. متلت يعني هيدي كل المراحل اللي عم يحكي عنها شوفوا ثلاث مرات قلنا لا يصير عنا عرق متلت بلدي اصيل من رحبي هلا بدنا العرقات كمان نعمل مقارنه بس قبل في شغله لفتني فيها شوفوا لكم شغله انوار دائما مخبر عن قصص انوار محاسب قعد 10 سنين بغانا قلت له بانجولا قعد عشر سنين بانجولا عم يشتغل شغل طول محاسبه اجى على لبنان صارت الازمه توجه الى هذا النوع من العمل ليش انا عم خبر عن قصته لانه بهمني كثير دائما انه يكون عندنا قصص مثل انور بالحلقات لنخبر انه نحن لازم نركز على القطاعات المستدامه يعني هلا مشروعه كيف مشروع العرق عم ينشرح من عندك عرق لا و... الحمد لله السنه آه. الماضيه ما فضل شيء يعني اه بسم الله وكمان عم يهتم بالزراعه اكثر من هيك بلش يطور انور فات بخبريه الفودكا وخبريه المبيد الفودكا عم قلت لي عم تعمل يعني هسه ما نجرب آه بس انه زبطه شوي اها زبطه شوي المبيد زبط منيح المبيد زبط منيح الكونياك هسه بده شوي تعديل اها البراندي كمان, كمان الكونياك آه عم يشتغل عليه بعد حتى المبيد روزي كنت عم تقول لي آه في روزي وفي الـ الـ الريد كمان عظيم نتمنى له كل التوفيق حسب التوفي. النوع العنب يعني اللي بتجيبه عظيم كثير منيح كمان يعني لفتتني اكثر من شغله وهون دائما بنركز برنامجنا ليش نحن العوده الى النمليه وشو عم نجرب نجي نعمل واحد الامن الغذائي عملنا الشنكليش اليوم بلا زبده عملنا الشنكليش الطيب اللي عم دائما عنه الاصلي يلي صحيا كتير ممتاز هيدا عم نتأكد معروف كيف عم ينعمل هيدا الشنكليش هيدا مثال من عشرات الأمثلة يلي جربنا دايما نفرجيكم عليها اثنين التوفير على الجيبة يعني بمعنى نحن عم نشتري كتير شغلات من السوق ما بنعرف شو نوعه وهلأ هالأيام واوا يعني بتوجع عم تكلفنا المواد الغذائيه، في كثير حالات تسمم عم تصير بالبلد بالمطاعم الى اخره، كمان نحن وقت نكون عم نشجع هيك نوع من المونه وبنرجع دائما نعيد النمليه بنكون كمان عم نوفر على صحتنا. الشغله الاخيره اللي بدي اقول لكم اياها انه كمان فوق كل اللي قلت لكم اياه انه الاكل لذيذ يعني دائما بيستغربوا ولو يا عمر كل الاكل اللي عم تاكله طيب ايه عن جد ما نحن عم نقصد المناطق اللي بتختص بهيدي الانواع وندوقها مشان هيك اكيد بده مستطيبه هلا في شغلات شوي اقل في شغلات ممتازه بتكون رائعه في شغلات اقل مزبوط بس انه لا معظم الاكل عم ندوقه ممتاز هلا انور حان وقت التذوق خليني خلينا نبلش بالعرقات نعمل هيك تطبيق سريع حط لنا نقطة خليني شم أول شيء سمعان يارد اسمه البراند تبعك أوكي شوفوا العرق البلدي بمجرد ما شميته ريحته إذا بتكون صوب فيها هيك نسمة ينسون مع حلاوة تحسوا سكر هيك في ريحة سكر مع ينسون مع الكول هلا إذا كان الكول طاغي في انا اجمالا ما بحب العرق اللي بتطلع ريحته بتفح ريحه السبيرتو فيه يعني دليل انه مش هالعرقات المناح عرقات ممتازين يعني على القليله هلا من الريحه طيب كيف تكسروا تلت بتلتين تلت بتلتين هو عالش حويت يعني مه. هلا انت انا بحب دائما كاس العرق يكون ثقيل شوي يعني ندوق طعمه العرق في كل اصدقائي بيعرفوا هذا الموضوع والعرق هو من المشروبات عن جد فعلا يلي بتشهيكم على الاكل يعني بكون عم تاكلوا تحطوا كاس العرق تشربوا هالمجه تحسوا بعد بدكم تاكلوا هلا صحيا شوية الموضوع بس انه بس بده يسقع شوي يا يعني ايه نكهه عكارية عكريه نكهه عكريه ممتازه يعني طبعا كل منطقه بتفرق عن منطقه عرقات ممتازين هذا بس الخلاصه وهيدي بعد مجة وهيدي كاسك ثالث مجة صحيح استاذ انور هيدا قد ايه عمره هيدا العرق؟ هيدا عمره شي هلا عمره يعني من آه عمره من شي 50 يوم كمان من شي 50 يوم شهرين. يعني هلا شهرين. عمره شهرين خلينا نبلش الصبايا حضروا لنا الشغلات يلي سبق وخبرناكم عنن وفي شغلات زيادة في شغلات زيادة كمان حطوا لنا اياها، الجبنة، اللبنة، هيدي شو انوار؟ قريش قريش، اوكي، هيدي كمان قريش يعني ما قبل ما تصير شنكليش، مم. كمان بيعملوها بطريقة الهي قريشين عليها زعتر وزيتون. هلا اه هلا هيدي بلا خبز هلا شو عم دوق يا انوار؟ جرمش جرمش، ضلني انسائل اسمها، صرت اتسائل 20,000 مرة. نكهة جديدة عجينة يعني دايما بنقول حلو نغير نعمل شغلات جديدة تعودنا على الصاج وترويقة الصاج وإلى آخره أنا بنصح الجميع أنه يجربوها ممكن ناس يحبوها ممكن ناس ما يحبوها أنا مني وعلي حبيتها طعمتها جديدة جديدة وطيبة البرغل طيبين مع أنه هلأ قالوا لنا الصبايا اجمالا البرغل بيكون مطحون أكثر من هيك بنعطيها سبعة ونص على عشرة اوكي شو بدي ارجع دوق خليني فوت بالشنكليش شوفوا الشنكليش بشهي هيدي الخالصة صبايا عملوا خلطة بندورة وبصل والشنكليش العقاري يا جماعة هيدا الشنكليش الطيب الشنكليش الأصلي هيدي الطعمة تبع الشنكليش الحدي الطيبة اللي اللي بتعمل انفجارات بالتم في شغلة مهمة لحاف الملبن عنجد شوفوا سبحان الله شوفوا جرب يحط ديكور هلا الصبايا هون اكثر شيء نصحونا انه بينحط فيه جوز اوكي حدوقه هلا قدامكم جرب طعمته بلا جوز أعطيكم هيك آه كيف كيف الطعمه الملبن هيدا الملبن البلدي كمان بتعرفوا الملبن اللي بحطوا فيه فستق وكذا اللي بيبقى جامي آه مثل علكه بيكون هيك هيدا الاساس اذا بتكون بالذات بعكر وحلو انه من العنب فينا نعمل انا تفاجات من العنب ممتاز يعني ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم انور بدي اشكرك اهلا وسهلا بدي اشكر مارينا سكاف كمان يلي هندست الحلقه وساعدتنا اليوم انه نكمل هالحلقه وعائلتها والجيران وطبعا كل اهل الرحبة الطيبين على امل انه الحلقه تكون عجبتكم نلتقي فيكم بالحلقه المقبله